البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك. عام 2014 يعتبر من سنوات الشؤم بالنسبة لحوادث الطيران. 17 حادثا بين طائرة صغيرة أو عسكرية أو طائرة ركاب، وصل عدد ضحايا حتى الآن إلى 426 شخصا. سنخصص هذه الحلقة من تأمين للإضاءة على حوادث الطيران وتعويضاتها، لكن لنبدأ أولا مع أخبار التأمين. توقعت دراسة مسحية أعدتها شركة البين كابيتال أن ينمو حجم سوق التأمين في المنطقة إلى حوالي 37 مليارا و500 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2017، من 16 مليارا و300 مليون دولار أمريكي عام 2012. وتقول شركة ساب أن قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط بدأ يتوجه إلى تبني أحدث التقنيات الرقمية في سبيل تعزيز إمكانية وصوله إلى جيل الشباب. وبحسب دراسة مسحية أعدتها، فإن 52% من العينة تعتبر أن الاستراتيجيات الأولية التي اتبعتها شركاتهم للوصول إلى العملاء الشباب ركزت على الاستثمار في تقنيات الإنترنت والتقنيات المتنقلة والاجتماعية، وفيما اعتمد 51% من شركات العينة الحوسبة السحابية في مجالات معينة. ثلاثة حوادث لطائرات ركاب كبيرة شهدها قطاع الطيران هذا العام هي حادثة الطائرة الجزائرية وحادثتي الماليزية التي يبدو أنها تتجه للإفلاس بعد اختفاء طائرة وتحطم أخرى، إضافة إلى 14 حادثة أخرى حول العالم. 11 من سبتمبر 2001 كلف شركات التأمين أكثر من 70 مليار دولار، فكيف تنعكس أرقام حوادث الطيران في 2014 على قطاع التأمين؟ لنتابع التقرير. رغم كل حوادث الطيران الكارثية والقاتلة، يظل السفر بالطائرة الطريقة الأأمن للتنقل بالمقارنة مع الوسائل الأخرى، لكن تزايد حوادث الطائرات مؤخرا بات يرخي بثقله على شركات الطيران والتأمين على حد سواء، فقد أثار تحطم طائرتين ماليزيتين خلال أقل من 5 أشهر الكثير من الهزات في سوق التأمين الجوي. ولم يقتصر الأمر على حوادث الطائرات الماليزية، بل أن شركات التأمين ابتليت بعدد آخر من الحوادث، مثل قصف مطار ليبيا الرئيسي قبل أيام والذي نجم عنه تخريب 20 طائرة، وهجومين من مقاتلي طالبان على مطار كراتشي في باكستان، إضافة إلى تحطم طائرة مدنية إيرانية. ولكن بالنسبة لتأمين الطائرات من مخاطر الحرب، فإن المطالبات المقدرة للحوادث خلال الأشهر الخمسة الماضية تبلغ حالياً ما يصل إلى 600 مليون دولار للقطاع الذي يجني 65 مليون دولار من أقساط التأمين. وتمتلك شركات الطيران عادة الكثير من بوالص التأمين، غير أن البوليصة الرئيسية هي بوليصة كافة المخاطر التي تغطي معظم النفقات المتعلقة بتحطم الطائرة، بما في ذلك أكبر نفقة متواجدة في المعتاد، ألا وهي سداد التسويات النقدية لأقارب المسافرين. ويبدو أن تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا قد أخذ سوق تأمين مخاطر الحرب على حين غرة، حيث تمنع شركات التأمين عادة الطائرات من التحليق عبر المناطق الخطرة أو تقوم بإلغاء البوالص الخاصة بها، بيد أن معظم الشركات مستمرة في التحليق فوق أوكرانيا وحتى تاريخ السقوط. وقد انخفض عدد الرحلات هناك بنسبة 12% فقط خلال الشهر الذي انتهى بحادثة السقوط. فهل تغير هذه الحوادث المتكررة شروط صناعة التأمين على الطائرات والرحلات الجوية؟ أم أننا إزاء حوادث عابرة لم يخلو منها تاريخ الطيران الحديث قط؟ نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة الخبير في قطاع التأمين السيد عادل فطوري. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بك. في البداية هل لك أن تطلعنا عن بوليصة التأمين على في قطاع الطيران تحديدا؟ ماذا تشمل البوليصة بشكل عام؟ هل تشمل فقط جسد الطائرة أم الركاب على متنها؟ أم أيضا في حال حدوث أي كارثة أو مشكلة فيجب أن تكون البوليصة تغطي الأجواء المحيطة بها سواء من الأرض أو ما حولها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك تفضلتي ولخصتي ان بالفعل وثيقة تأمين الطيران
بتغطي جسم الطائرة، كذلك بتغطي قطع الغيار اللي هي خاصة بالطائرة، سواء كانت هذه القطع الغيار موجودة على الطيارة في الرحلة بتاعتها أو قطع الغيار اللي موجودة في الهانجرز أو الحظائر اللي موجودة في المطار وجاهزة عشان تبقى تستخدم في كقطع غيار للطيارة. كذلك بتغطي المسؤوليات. المسؤوليات هنا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بالظبط إنها بتغطي مسؤولية تجاه الركاب الباسنجرز، وكذلك بتغطي مسؤولية تجاه طرف ثالث اللي هم ممكن الأجواء المحيطة للطائرة في حالة حدوث أي كراشز للطائرة أو تلفيات أو حطام أو سقوط على أماكن سكانية أو صناعية أو تجارية. نعم، الحديث اليوم أستاذ عادل حول عام 2014 تحديدا، يعني حسب المؤشر العام من فترة 11 سبتمبر 2001 وجدنا أنها ارتفعت كثيرا. 2014 سجل يعني قراءة قوية بالنسبة لنسبة حوادث الطائرات. بالضبط حضرتك، كلام حضرتك مظبوط بالفعل، ان لو ترجعنا لوراء كان حادث سبتمبر 11 او حادث في 2001 اللي هو حادث كان اكبر حادث منذ ذلك الوقت. من بعد الحادث دوت حصل هدوء في حوادث الطيران، ويعتبر الحوادث اللي حصلت في 2014 تعتبر من اكبر حوادث الطيران منذ ذلك التاريخ. نعم، إذا دعنا نستمع إلى رأي الشارع العربي هذه المرة فيما يؤمن من الآن وصاعدا بعد الحوادث الأخيرة في قطاع الطيران للركوب أو لاستعمال الطيران كوسيلة نقل. نتابع. والله شوف، الأصل يعني الموضوع الطيران، السفر بالطائرة بحد ذاته خوف. موضوع الحوادث ده قضاء من عند ربنا، قضاء وقدر، ومعنى صح الواحد ما بيخافش من حوادث الطيران او اي حاجه. لا اكيد كل رحله بتطلع فيها، بس حسب شركه الطيران اللي عم تطلع معها. يعني مثلا شركه الطيران بتعرف انه ما صار فيها حوادث كثير فبتم ريلاكس اكثر، شركه مثلا بتسمع انه في مثلا عندها مشاكل في كذا او سمعت بحادثه فبتم قلق. والامور طبيعيه جدا، ان شاء الله كلها قضاء وقدر. طيب حوادث الطيران اصبحت يعني بعبوع، يعني واحد والله السفر بيجينا خاف منه صراحة. يعني أعود لك سيد عادل هذه المرة الحديث عن الحوادث الأخيرة تحديدا، عندما أسمع أنه خطوط طيران محددة حدث لها حادثتين متتاليتين في وقت زمني قصير، مثلا الطائرة الماليزية أحدى الطائرات اختفت والأخرى حصل لها حادث، هل باعتقادك سأكون يعني متفائلة عندما أقوم بالسفر على متن هذه الخطوط؟ اكيد لازم نكون متفائلين. الهيستوريكال داتا او الاحصائيات بتاع تامينات الطيران، لما نيجي نتكلم على تامين الطيران عموما او حوادث الطيران لازم نقول ان هو الحوادث لما باجي اربطها بصناعه معينه، في حوادث بتبقى فيها درجه السيفيريتي فيها عاليه او درجه الخسائر بتاعتها بتبقى كبيره جدا، وفي بعض انواع زي تأمين السيارات على سبيل المثال على الأرض. نعم. لا، في فريكونسي، في تكرارية في الحوادث. نعم. ولكنها صغيرة. يعني نسبة الحوادث بالنسبة للمركبات والنقل الأقل هي في قطاع الطيران قليلة جدا، لذلك لا يجب أن نربط الحوادث. نعم. طب هنا عادة شركات التأمين على أي من الأسباب تضع سبب مثلا هذه الحوادث؟ على شركة التصنيع، تصنيع الطائرات بوينغ على سبيل المثال، أم على الخطوط، خطوط الطيران الماليزية؟ هذا كمثال. لا، أنا ارجع اقول لحضرتك بس نوضح حاجه، ان بعد ليه السنوات اللي فاتت من 2000 من سبتمبر 11 لغايه 2014 كنا حوادث الطيران بالمقارنه بالسنوات اللي قبل كده قبل 2011 قبل سنه 2001 ليه حوادث الطيران قلت؟ دليل ان كانت وسائل السيفتي داخل الطيارات اتحدثت، التكنولوجيا اتطورت، وبالتالي قلت الحوادث. نعم. وده اللي خلى ان الاسعار بتاعه تامين الطيران بعد سبتمبر 11 هي كانت نتيجه الحادث. نعم. بتاع سبتمبر 11 زادت بنسبه 500% في السنه اللي بعديها مباشره. طيب. ولكن. نعم. فضلت تنخفض انخفاض شديد نتيجه عدم وجود حوادث، والحوادث دي اخذت مده من 2000 لغايه النهارده 2014. احنا بنتكلم في 14 سنه
الحوادث قليله جدا جدا، معناها طيب ان في سيفتي، معناها ان الايرلاينز الماليزيان ايرلاينز على وجه التحديد لا شركه طيران بكفاءه. طيب سيد عادل اسمح لي، في اكثر من شكل اشكال حوادث الطيران، اي منها ترتفع فيه بوليصه التامين او التعويض او الخسائر على شركه التامين بيكون اكبر؟ هل اذا تعرضت الطائره لحادث بسبب ربما عوامل طبيعيه، هل اذا تعرضت لحادث بسبب تفجير إرهابي أو إلى اختطاف أم إلى إذا كانت الطائرة قد اختفت ولم تظهر، وين بيكون عنا البوليصة أو وين بتكون عنا عفوا تكاليف التعويض باهظ على شركة التأمين أكثر؟ بص، تكاليف التعويض بالنسبة لشركة بالنسبة لشركات التأمين واحدة مهما تعددت الأسباب اللي حضرتك ذكرتيها ديت، التكاليف ما بتزيدش. هي العبارة الموضوع ان انا بغطي جسم الطيارة اللي بيوصل قيمته دلوقتي، بنتكلم على طيارة ممكن توصل 100 مليون دولار، بنتكلم على حدود مسؤوليات للركاب، وزي ما شرحنا في البداية وللطرف الثالث بنوصل في حدود مسؤوليات توصل لمليار و500 مليون او 2 مليار او 2 مليار ونص. دي التغطية اللي بتتيحها اللي بتمنحها شركات التأمين لشركات الطيران. لما الطيار سوق التأمين الطيران بيدي تغطيتين، بيغطي كل الأخطار اللي لشركة الطيران، بيغطي لهم الحوادث اللي هي زي ما حضرتك اللي هي خارجة عن اللي هي الأول ريسكس اللي هي الطبيعية متعددة ربما الأخطار. نعم. الطبيعية ومتعددة الأخطار بأي شكل، حتى لو كان فيها عايز أقول لحضرتك لو في إهمال من جهة التصنيع، فإذا ففي شركات التصنيع بتبقى عندها بوانس طيب. تأمين برضو بتؤمن في سوق تأمين الطيران اسمه تأمين منتجات الطيران. ونختم ببعض المعلومات عن قطاع الطيران في عام 2013. في عام 2013 أحصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا 100,000 رحلة طيران يوميا حول العالم و3 مليارات و100 مليون مسافر، بالإضافة إلى 48 مليون طن بضائع نقلت جوا. الأثر الاقتصادي العالمي لصناعة الطيران بلغ 2,400,000,000 دولار. الطيران يدعم 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وصناعة الطيران تؤمن 58 فرصة عمل. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا الأسبوعي من برنامج تأمين، سعدت بصحبتكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك.